السلام عليكم. دلوقتي نشوف مع بعض شوية مواقع كلها بتعتمد على الذكاء الصناعي. مثلا هنا بتبدأ تديله بعض الكلام وهو بيبدأ يرسم الحاجة اللي انت بتكتبها له، هو بيحاول يتخيلها، بتكتب حاجات كتيرة، هو بيبدأ يرسم بقى، ممكن ترسم تقول له مثلا نايت سي وهكذا، هو يبدأ يرسمهم مع بعض. اهو حط شوية كلاب في المية، فبيعمل لك صور ما كانتش موجوده قبل كده. يعني هو مش بيدور في جوجل على صور، لا هو بيحاول ان هو يوجد صور. طبعا هو ذكاء صناعي كل شويه بيطور نفسه. ده في ظريف شويه ان انت بتبدا ترسم، مثلا هنا بيقول لك ارسم قطه، فانت بتحاول ترسم قطه وهو بيبدا ياخد الحاجات اللي انت بترسمها دي ويحولها لقطه. وبتقول له ورسيد، فهو بيبدا يرسم. ممكن تقول له انا هرسم مثلا واجهه مبنى فساد، وهو يحولها لك لواجهه مبنى حقيقيه. مش بيدور على صور حقيقيه على النت، لا هو بيبدا يكون شكل. عايزين نشوف شكل القط، يلا جاب شكل القط وحش على عشان يمكن انا رسم مش حلو. هنا بيقول لك مثلا نرسم انت شوز، وهو يبدا يتخيل شكلها بيعمل ازاي. ارسم مثلا شنطه، وهو بيبدا يتخيل شكل الشنطه بتعمل ازاي. وطبعا كل الحاجات دي بيديك كود، يعني هو ده بحث علمي فبيديك كود تقدر تحمله، هو حطه على جيت هاب فهو اوبن سورس تقدر تشارك فيه. ده موقع تاني بيديك بقى ايه، دمج الاصوات معينه، فانت بتقول له مثلا عايز احط موسيقى مع بعض وتشغل بقى. طيب بعد كده دي بتدي له ستايل معين وتدي له صوره معينه ويدمجهم لك الاثنين مع بعض. يبقى انت عندك ستايل وصوره ويعمل لك الصوره بتاعتك بشكل جديد. هنا انت بتتكلم مع الكتاب فبتساله اسئله، تمام، هو بيبدا يجاوبك من ضمن الكتب. تمام، فبيبدا يجيب لك معلومات كتيره من قلب الكتب. تمام، هنا بقى انت بتديله مقطوعات، وهو بذكاء صناعي بيالف معاك مقطوعات فنيه. تمام، هنا بتديله صوره معينه وهو بيبدا يحطها في صوره تانيه. مش يعني اعتقد ان ده يعني اصبح موجود على حاجات كتير يعني. تمام، هنا دي العاب موجوده اصلا من زمان، بس الفكره كلها ان هو دمج الذكاء الصناعي بحيث ان هو يتعلم منك ويطور نفسه. هنا بيقول لك ابدا ارسم، وهو يحاول يستنتج انت بترسم ايه. غواصه، ارسم له غواصه ازاي. ارى شكل قمر أو تفاحة أو توتي أو بوصلة. مش عارف غواصة تبقى رسم ازاي. أو مصرف. ممكن تقول له أنا عايز أرى شكل بصل. اللي أنت بتعمله هو بيستفيد منه. ده موقع دوت كل ما بتدوس انت لم أتمكن هو من التعرف على هذا الرسم. طيب ده موقع كل ما بتدوس هو بيخترع صور، يعني مفيش حد صور الصورة دي، فهو الذكاء الصناعي بيخترع صور جديدة. لما مفيش واحدة بالحلاوة دي، قصدي يعني مفيش، دي مش حقيقية، دي صور الكمبيوتر هو اللي اخترعها. تمام، كل الحاجات دي بتلاقي الكود تقدر تحمله، تقدر ان انت تتعلم منه وهكذا. دي صور مش حقيقية القطة. تمام، هو كمبيوتر بيحاول يستنتج، حتى لو لاحظت في غلط صغير تحت هنا. تمام، هنا انت بتبدأ ترسم أي حاجة وهو بيحاول يستنتج ايه ديت. تمام، خلينا نمسح مثلا. تمام، وليكن مثلا انا برسم حاجه مش عارف هي ايه. تمام، هو بقى الكمبيوتر بيقول لي هي ممكن تكون مثلا ايه، فيبدا يجيب لي الحاجات ديت. تمام، ده هنا بتدي له صوره معينه، تعمل ابلود للصوره وهو يبدا يديها ستايل مثلا فان جوخ وهكذا يعني. هنا ده مترجم من خلال الموبايل، مجرد بس تقف ثانية كده على أي كلمة هو يبدأ يترجمها لك. هنا بيألف لك هو
زي شعر مجرد تديله بعض الكلمات وألف شعر. الذكاء الصناعي بدأ يدخل في مجالات كتيرة، فياريت نهتم بيه على قد ما